السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غنطرقوا النصائح اللي خصنا نتبعو من أجل يكون ندوزو عيد بصحة جيدة. أول حاجة النقطة اللي غادي نطرقوا لها هي أن لازم أن الخروف يكون صوم الخروف لواحد المدة لا تقل على 12 ساعة، ما نقاش نعطوه ياكل، ولكن من الأحسن نعطوه يشرب الماء في هذيك المدة. النقطة الثانية هي إن بعد الذبح إن شاء الله خلال يوم العيد لابد أن نشوفوا الأعضاء الداخلية ديال الخروف، خاصة الكبد والرئة. بالنسبة لهذاك خصنا نشوفوا واش كاين شي أكياس مائية ليوكيست إيداتيك، في حالة ما كانوا بزاف واجب علينا أننا نلوحوا هذوك لي زابا ديالو، لأن هذاك الكيست إيداتيك هو معدي ويقدر أنه يصيب الإنسان ويقدر أنه يوصل به لحد الجراحة. النقطة اللي مهمة كذلك هو أن عند الذبح لابد نشوفوا اللون ديال الأضحية، بحيث خاصو يكون غوز بال وردي فاتح، ما خاصش يكون اللون ديالو احمر غامق ولا غادي الخضر. كذلك خلال يوم العيد خاص نخليو اللحم ديال الأضحية ينشف بشكل، نعطيه وقت باش ينشف وما نستهلكوش هو باقي ما ناشفش. كذلك مع هاد درجة الحرارة اللي مرتفعة دابا خاص الاحتفاظ به، خاص يكون في درجة حرارة تقل عن 18 درجة في المجمد باش يبقى صالح للأكل. ثلاثة المشاكل اللي كتكون كثيرة خلال أيام العيد واللي كتكون ناتجة على التناول المفرط ديال اللحم خصوصا ديال الغنمي لكونه كيحتوي على كمية كبيرة من الدهنيات، من ضمنها أول حاجة هو سوء الهضم. كذلك يقدر الإنسان الواحد يكون عنده القبض، ويقدر يكون عنده الحموضة ولا الحرقة اللي هي ناتجة على استهلاك المفرط كي قلنا ديال اللحم، بحيث ان نحاولوا ان خلال النظام ديال ثلاثة الوجبات الواحد يستهلك اللحم خلال الوجبة بحال دابا ديال الغداء، بينما في خلال وجبة العشاء يحاول ياخذ خضار يغير، ما يبقاش غير اللحم 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 كل خطرة. كذلك من المستحسن تجنب شرب ديال المشروبات الغازية وتعويضها بالشاي الأخضر، لأن غالبا واحد الفكرة كتقال ديال شرب ديال الشاي مع اللحم بحال كتنقص من نسبة الفيتامينات والحديد اللي كتكون كتحتوي عليها اللحم، كتكون زعما كتنقص منها، هذه فكرة خاطئة. إذا نقدروا نعوضوا الشاي لأنه هو صحي مقارنة مع المشروبات الغازية. كذلك خصنا نحاولوا الطرق ديال الطهي اللي صحية، هو الطريقة ديال الشاي اللي كنعتمدوا عليها بزاف، هي خصنا نحاولوا أن اللحم ما يتقاسش بهذاك الفحم، وما نحاولوش نحرقوه بزاف لان بالدرجة الحرارة مرتفعة باش ما يفقدش هذيك القيمة الغذائية ديالو. كذلك من بين طرق الطهي اللي مزيانة هو التبخير باستعمال البخار، بحيث ان هذاك الدهنيات اللي كتكون في اللحم كتهبط مع الماء. الطريقة اللي كتجنب اللي معروفة هو القعلي، الواحد خصو يتفاداه. كذلك مع الوجبة ديال اللحم نحاولوا نديرو سلطات، نحاولوا نديرو زعلوك، نديرو بحال المهم خضروات اللي كتحتوي على الالياف، باش يلاه نجعلو توازن ما بين هذاك اللحم ومع هذوك الالياف النباتية اللي كيستهلك الواحد. كذلك بالنسبة ما نساوش ان الواحد لابد خلال فترة العيد ولا عطلة العيد يمارس تمارين رياضية، لان باش نبقاو ناكلوا اللحم لابد الواحد خصو يحرق هذوك السعرات الحرارية، خاصة اننا كناخذوا الدهنيات بكثرة خلال فترة العيد، وكناخذوا كذلك السكريات بشكل كبير، لذا واجب الواحد يدير تمارين رياضية لمدة لا تقل على 30 دقيقة في اليوم. وعيد مبارك سعيد.